هذا وسيتضمن معرض أديف 2023 برنامج حافل من الفعاليات المتنوعة، ومن أهمها معرض الذواقة العالمي، واللي يقدم للزوار فرصة لتجربة النكهات العالمية المتميزة احتفاءً بالذوق والاستدامة في عالم الطهي. ويستضيف المعرض أشهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان. طبعاً التكلم أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد المنصوري، المتحدث الرسمي باسم معرض أبوظبي الدولي للأغذية. مساء الخير. مساكم الله بالخير والنور. الله يمسيك بالنور والسرور. مساك الله بالنور والسرور. أستاذ، لو تخبرنا أول شيء عن صورة انطلاق معرض أبوظبي للأغذية في نسخته الحالية، وشو أبرز ما سيتم استعراضه في هذا المعرض؟ طبعا في البدايه اشكركم على هذه الاستضافه اختي خديجه وهشام. والدوره الثانيه من معرض ابو ظبي الدولي انطلقت اليوم تحت رعايه سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، نائب رئيس الدوله، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسه، رئيس هيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه. الله يحفظك. وبتنظيم من مجموعه ادنك وبشراكه استراتيجيه مع هيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه. نعم. طبعا زي ما تحدثت بالمقدمه، طبعا يستقطب المعرض تقريبا 1300 علامه تجاريه مشاركه، ولتسليط الضوء على احدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الاغذيه والمشروبات. طبعا معرض ابو ظبي الدولي للاغذيه في دورته الثانيه، نعم، يوفر منصه مثاليه لتعزيز التعاون والشراكات وابرام الصفقات بين المستثمرين والمشترين في قطاع الاغذيه والمشروبات. جميل. وخلق بيئه اعمال محفزه وتنافسيه. جميل جدا. الى ذلك شهد معرض ابو ظبي الدولي للاغذيه الاعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكه التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. جميل. ومن المتوقع إبرام المزيد على هامش فعاليات المعرض خلال الأيام القادمة إن شاء الله، تتضمن أيضا تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة. جميل، أكيد، وكل التوفيق يا أستاذ سعيد. لكن بدورك لو تحدثنا عن أهم ما يميز هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية عن الدورات السابقة، يعني أو عن الدورة السابقة. طبعا ما يميز هذه الدورة هو المشاركة، مشاركة الشركات. طبعا نحن عندنا أكثر من 550 شركة محلية ودولية، وهذه بزيادة 19% عن الدورة السابقة، إضافة إلى استقطاب زوار من أكثر من 50 دولة حول العالم. نعم. منها طبعا 12 دولة تشارك المرة الأولى، وهي تعتبر إضافة جديدة الحمد لله، وجهود يشكر عليها فريق العمل الموجود عندنا. نعم. كذلك ارتفعت عدد الأجنحة من 17 إلى 26 جناح الحمد لله من خلال حملات التسويق المحلية والدولية للمعرض. نعم. وكانت بنسبة نمو حوالي 53% عن الدورة السابقة. كذلك سيساهم بلا شك في ارتفاع عدد المشترين، لأن من أهم مميزات المعرض هذا وجود المشترين واللقاءات التي تتم بين البائع والمشتري، والمنصة التي توفرها مجموعة أدنك لهؤلاء القادمين من خارج الدولة. نعم. ومن داخل الدولة كذلك. يعني تحسن بالنسبة للدورة الأولى أستاذ، قلت تقريبا 52% وأكثر من 50 دولة من الزوار وأكثر من 30 متحدث من الخبراء في القطاع. نعم. عن ماذا ستتحدثون؟ عن ماذا سيتحدثون هؤلاء الثلاثين؟ المهم في هذه الدورة أن الحديث يدور حول يعني ما هي الابتكارات الزراعية، وما هي المشاريع المستقبلية للزراعة باستخدام التكنولوجيا. طبعا نحن نسمع عن المزارع النموذجية التي يعلن عنها في الإمارات باستخدام تكنولوجيا متقدمة جدا. نعم. لزيادة نسبة الأمن الغذائي في الدولة، وهذه عبارة عن شراكات تتم مع شركات عالمية. فالحديث بيدور حول إن شاء الله عن هذه الابتكارات الجديدة، وماذا سوف تقدم الإمارات كذلك لدول العالم من خلال هذه الشراكات التكنولوجيا التي تستخدم في تنمية الزراعة بكافة أنواعها،
استخدام أنظمة الري وأنظمة الأحواض الأفقية. فكل هذه إن شاء الله بيدور الحديث حولها من خلال الحلقات النقاش اللي بتتم والجلسات اللي بتتم مع كثير من الخبراء اللي شرفونا بحضورهم معنا من خارج الدولة. جميل جدا التوفيق. أكيد كل التوفيق لكم يا أستاذ سعيد على هذه المجهودات وهذه خلينا نقول المعارض اللي قاعدين تقومون فيها. أكيد نتمنى للكل التوفيق في هذه الدورة. مشكورين والجهد موصول لكم أنتم كذلك، ويعني التغطية المميزة اللي تقوم بها قناة الظفرة واجبنا هذا. شكرا كل الشكر. أكيد نشكر سعيد المنصوري المتحدث الرسمي باسم معرض أبوظبي الدولي للأغذية. كل الشكر.